مرفوعة ببعض التساقطات المطرية التي أحيانا تكون على شكل رعود. إذا فيما يخص توقعات الطقس خلال الأيام القادمة، إذا بداية من يوم الثلاثاء الأربعاء وحتى يوم الخميس على المناطق الشمالية والجنوبية للوطن، بداية بالشمالية تتميز بأجواء تكون مغشاة إلى غائمة، قد تكون حتى مرفوعة ببعض التساقطات المطرية التي أحيانا تكون على شكل رعود على المناطق الوسطى وكذلك الغربية للوطن، بينما المناطق الشرقية للوطن فالأجواء فيها تكون غائمة نسبيا. كذلك بعض التساقطات المطرية متوقعة على المناطق الشرقية ابتداء من أواخر نهار يوم الثلاثاء. سوف تشهد كذلك المناطق الغربية والوسطى والشرقية أيضا تراجعا في درجة الحرارة القصوى، بحيث راح تتراوح ما بين 16 إلى 23 درجة مئوية فقط. بينما يومي الأربعاء والخميس على المناطق الغربية والوسطى الأجواء تكون إن شاء الله على المناطق الغربية مستقرة بضباب خفيف في الصبيحة، بينما تعود التساقطات المطرية إن شاء الله على المناطق الوسطى ابتداء من يوم الخميس. وهذه التساقطات أيضا تكون أحيانا على شكل زخات راعدة. المناطق الشرقية للوطن تبقى دائما فيها الأجواء غائمة نسبيا، في بعض الأحيان يعني تكون كثافة لهذه السحب حتى تؤدي إلى تساقطات مطرية متفرقة، ولكن هذه الأمطار ممكن أن تكون أكثر اعتبارا على المناطق الشرقية ابتداء من يوم الخميس بإذن الله. إذا فيما يخص درجة الحرارة القصوى يومي الأربعاء الخميس راح تكون منخفضة هي الأخرى، تتراوح ما بين 14 إلى 20 درجة على العموم بإذن الله. فيما يخص المناطق الجنوبية للوطن الأجواء فيها مستقرة مغشاة نسبيا، ولكن تبقى دائما خاصة في هذه الفترة احتمال بعض تشكل خلايا الرائدة المنعزلة، وهذا خاصة على منطقة الهجار والتاصيلي. درجة الحرارة القصوى تكون فصلية على المناطق الجنوبية للوطن، تتراوح ما بين 32، قد نسجل حتى 39 إلى 41، وهذا على منطقة أقصى الجنوب الجزائري بإذن الله. الجيري 360 تتمنى لكم رمضان كريم.